السلام عليكم. اليوم باش نشوفوا كيفاش نحسبوا الموديل نتاع نومبر كومبلكس زد سوا زد ايديغال ا بلس اي بي. زد اون جينيرال هذا نومبر كومبلكس ايديغال ا بلس اي بي. تيك زد ابارتيان لونسومبل سي زد كومبلكس. ديما هذه الفورمه يسموها لا فورما الجبريك. هذه فورم الجبريك دو نومبر كومبلكس زد. فورم الجبريك نعرف كما قلنا السيون صفات اللي زد هو لا فيكس دان بوان ان سيتادير كو زد الكوردوني نتاع البوان ام في بوان ام دون ان بلان موني دان ريبير اورتونورمي ديريكت او اي في. ناخذ باغ اكزومبل ريبير نتاعنا كالعاده هذا لاكس دو بارتي ريال وهذا لاكس دو بارتي ايماجينير. ناخذ بوان ام كيلكونك هنا عندها ابسيس على لاكس ريال باش نسموه باغ اكزومبل ا وعندها اورديني على لاكس ايماجينير باش نسموه بي. البوان ام هذه دافيكس زد. هنا عندنا او هنا عندنا قلنا احنا ريبير او اي في او في وعندنا الدستانس او ام باش نسموها ار. هنا ار كواتيكال ار عندنا هنا المثلث نتاعنا. هنا عندنا تريونجل ريكتانجل او ا المثلث هذا قائم الزاوية في ا تبع جي ليبوتينيس نتاعو ار دابري بيتاغور كيف قرينا قبل ار او كاري واتيغال ايتيغال الديستانس هذه اللي هي نفسها هذه اللي هي بي تيغال بي او كاري بليس الديسونس هذه هي ا او كاري بلس ا او كاري. دونك نابليكي الراسين دو باري دوتر خاطر هما جوج بوزيتيف اش تحصل ا او كاري بلس بي او كاري. دونك راسين دو ار او كاري تيغال ار تبقى هذه نفس ا او كاري بلس بي او كاري. هل ار هذه باش نسموها الموديل دو زد. الار هذيك ايتيغال لو موديل دو زد اللي هي ايتيغال ا او كاري بلس بي او كاري. دونك لهنا نحفظوها هذيا موديل دو زد ايتيغال لا راسين دو ا او كاري بلس بي او كاري. هذه توجور طبق القاعده تجي تاخذ الزد نتاعك تشوف ال ا كومبيا ايتيغال بي كومبيا ايتيغال وتعوضها في القاعدة هذه. واضح؟ ما يجيش تعمل كيف زميلك من الاخر عندي يعمل اي بي او كاري هذه فو نعمل بي برك او كاري المضروبة في الاي ردباك تدخل الاي راك تقول كل شيء غلط. واضح؟ وديما ناخذ الزاد نتاعنا نحاول نكتبوها سو لا فورما ا بلس اي بي باش نعرف ان هي ا وناهي البي. تو ناخذ دي زيكزومبل نشوفو اكزومبل 1 ناخذ par exemple z a est égal 3 plus moins 4i 3 moins 4i. نعرفوا اللي z en général est égal à a plus i b. ال a هنا كم بيت égal هنا ال a متاعنا هنا est égal à 3 وال b كم بيت égal est égal à moins 4 عليها موان كات. هذي كيفاش نجم نكتبها هنا زد ا؟ زد ا نجم نكتبها ايتيغال تروا بلوس موان كات وهنا عندنا الاي. دونك نعرف زد ا اون جينيرال ايتيغال ا بلوس اي بي. هاي الاي نتاعنا وهذه البي وهذه التروا. واضح؟ دونك الموديل دي زد ا نطبقوا القاعدة est égal à le modèle de a au carré plus b au carré. Le a au carré, le a n'a pas fait que des. Le est 3 est égal à 3 au carré plus 4 au carré est égal 9 plus 16 est égal 25. Ou racine de 25 est égal à 5. Et par suite, le modèle de z a
إيتيغال أسانك. واضح؟ شوفوا أوتر إكزامبل. قبل ما نشوفوا إكزامبل آخر شوفوا عندنا دي بروبريتي لازم تكونوا حافظين. أو باش نكتبهم لكم حافظين مع ظهر قلب. مستحيل كي مش تنجم تخدم إكزامان في دي زيكزارسيس كومبلكس وماكش عارف البروبريتي هذوما. دونك البروبريتي هذوما يعيشكم لازمكم تحفظوها مع ظهر قلب. واضح؟ عندنا هنا بروبريتي الأولى عندنا اون جينيرال نقولوا زد اي زد بريم ابارتيان الانسامبل سي هما دي كومبلكس زد اي زد بريم دو كومبلكس. البروبريتي الاولى عندك زد فوا زد بريم ايتيغال موديل دو زد فوا الموديل دو زد بريم. زد بريم ايتيغال بار اكزومبل ا بريم بلس اي بي بريم و زد ايتيغال ا بلس اي بي. البروبريتي الاخرى شنو تقول لك زد او كاري الموديل دو زد او كاري ايتيغال زد فوا زد بار. زد بار هي البارتي كونجيغي دو زد. هذا نقراها في الحصه جي. الموديل دو ان سير زد ايتيغال ان سير لو موديل دو زد وقتاش هذا سي زد ديفيرونت زيرو. واضح؟ البروبريتي الاخرى شنو هي Z sur Z prime, le modèle de Z sur Z prime est égal à le modèle de Z wahdou sur le modèle de Z prime wahdou. Un modèle de Z à la puissance n est égal à le modèle de Z le tout à la puissance n. N tel que n appartient à l'ensemble n étoile. Finalement, et finalement, عندنا هذوما كلها باش نخدموا عليهم برشا اكزرسيس. زد ان ان سير زد ان الموديل نتاعها ايتيغال ان سير زد ان الموديل دي زد ان تيك هذا يسي ديما زد ديفيرونت زيرو. تعادوا تو ناخذوا دي زيكزامبل طبقوا فيهم لي بروبريتي هذوما. باش ناخذ اكزامبل دو عندنا بار اكزامبل زد سوا زد est égal 3 moins i sur 2 plus i. Et le modèle de z quoi est égal? Est égal le modèle de z alcool. Voilà. Qui n'a rien à la propriété de z. Je n'ai jamais vu z sur z prime. Aïe. هاي البروبريتي هذه باش تبقاها. واضح؟ دونك هنا زد بريم كواتيغا زد تيغال 3 مو اي. هنا باش نقولوا راهي الفورم باش تاخذ الفورم هذه زد بريم سير زد سكوند خاطر زد عندنا دونك باش نسموه زد سكوند. تلك زد بريم تاعنا كواتيغا ايتيغال 3 موان زي. كيفاش نكتبوها انا هنايا تكتبوها 3 بلس اي فوا موان زان. دونك هذه ال A وهذه ال B ايتيغال موان زان. واضح؟ هنا ما قلنا بريم حتى هذا بسموه A بريم B بريم. و زاد سكوند كوا ايتيغال ايتيغال 2 بلس اي تلك 2 ايتيغال A وهذه موي فوا 1 والب ايتيغال ا سكوند بي سكوند ايتيغال ا. دونك نجيو نحسبو كل وحده وحدها عشنو باش تحصلو. عندنا الموديل دي زد بريم كلها تسميه زد بريم زد سكوند زد بريم ايتيغال الموديل دو 3 موان زي ايتيغال الموديل دو 3 بلس اي فوا موان زان. خاطر علاش نكتب كي هكا باش نظهر ال A وال B ايتيغال لا راسين كنا دو A او كاري بلس B او كاري ديما ننسى هنا في البريم هي A بريم هنا B بريم A بريم B بريم. دونك A بريم هي ايتيغال 3 او كاري تولي اي بلس موان زان او كاري. 3 قوة 2 هي 9 1 قوة 2 هي ناقص 1 قوة 2 هي 1 بلس 1 تو راسين ايتيغال
racine de 10. Z seconde est égal 2 plus i. Donc, un module mt à z seconde est égal à un module de 2 plus i fois 1. L1 ou lb est égal à la racine de 2 au carré plus 1 au carré est égal à la racine de 4 plus 1 est égal à la racine de 5. Z, نرجل Z نتاعنا اللي هي تيقال Z إبريم الموديل نتاعها يصير Z سكوند إتيقال راسين دو 10 سير راسين دو 5 نحطوهم كل فواس الراسين 10 سير 5 10 على 5 هي 2 إتيقال راسين دو 2 دونك توا خدمنا وفهمنا اللي الموديل دو Z إتيقال راسين دو 2 نأخذ اكزامبل 3 par exemple سمي ZC point d'affixe ZC.C عندها الفورمة نتاعها est égal à moins 5 fois cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3. الموديل دي زد سي كوات ايكال هو الموديل تاع ليكسبرسيون الكل موان 5 فوا كوس بي سور 3 موان اي سينيس بي سور 3. دونك لهنا هذه نجم نكتبها في شكل Z بريم فوا Z سكون تلك Z بريم شنو هي؟ هي 5 موان 5 هذه كيفاش نجم نكتبها هنا؟ Z بريم إتيكال موان 5 بلس 0 فوا هذه الفورمة الجبريك تاع Z بريم و Z سكون هي إتيكال كوس pi sur 3 plus i fois moins sinus pi sur 3. Donc, هذه ال a second وهذه ال b second. Donc, لو جعل a وال b متانا en général باش نطبق القاعدة اللي هنا الموان 5 هي ال a بريم والزيرو هو ال b بريم. Donc, نجي نحسب كل موديل وحده. موديل دو زد بريم كوات ايكال ايكال موديل دو موان 5 بلس 0 فوا اي هاني نتبع نورمال كبير اجرا اما هنا باش تفهمو تعطيك الراسين دو موان 5 او كاري بلس 0 او كاري كيفاش من الوضوح هذا تعطيك راسين دو 25 اللي هي كوات ايكال ايكال اسانك. دونك اش بقى لنا؟ بقى لنا الموديل دو زد سكوند كوات ايكال ايكال موديل دو كوسينيس بي سير 3 بلس اي فوا موان سينيس بي سير 3 إتيقال نطبق القاعدة نتاعنا هذه ال ب وهذه ال أ إتيقال راسين د أ أو كاري بلس ب أو كاري إتيقال كوسينيس بي سير 3 لو تو أو كاري بلس موان سينيس بي سير 3 لو تو أو كاري واضح إتيقال كوس au carré de pi sur 3 au cinéma tiers de l'isinus au carré de pi sur 3 et qu'on a fois la racine. On a fait un
نعرفوا اللي كوسينيس او كاري دي اكس بليس سينيس او كاري دي اكس ايتيغال 1. وهذا هي نفس الشيء بالنسبه للحاله هذه، الاكس نتاعنا قال بيس 3، دونك كوس او كاري بليس سين او كاري توجور ايتيغال 1. قلت لنا راسين دو 1، دونك الموديل دو زد سي فينالمون ايتيغال الموديل دو زد بريم فوا الموديل دو زد سكون. زد بريم موديل نتاعها لقيناها 5 والاخرى لقيناها راسين دو 1 ايتيغال 5 فوا 1 ايتيغال 5. دونك موديل دو زد سي ايتيغال 5. نكملوا باكزومبل اخر، اكزومبل 4 باغ اكزومبل ناخذ زد ام est égal racine de 2 plus 1 plus 3z. توا هذه مش تمثل ال A وهذه تمثل ال B، دونك سهل ياسر. الموديل دو زد ام est égal الموديل تاع racine de 2 plus 1 plus 3z est égal racine تاع racine de 2 plus 1 او كاري بلس المضروبة في الاي هي البي اللي هي 3 او كاري. اش تعطينا هذه؟ تعطينا راسين دو دو او كاري نفككو هذيك بلس دو راسين دو دو فوا 1 بلس 1 او كاري بلس 3 او كاري. اش تساوي؟ تعطيك هنا 2 راسين دو دو قوتين هي 2 بلس 2 راسين دو 2 بلس 1 بلس 3 على بوسونس 2 تعطيك 9 ايت ايغال كي نجمعو نحنا 9 بلس 1 بلس 2 تعطيك 12 تيغال 12 بلس 2 راسين دو 2. فينالمون عطتنا الموديل دي زد ام ايت ايغال دوز بلس دو راسين دو دو. والسلام، ومتنساوش تعملو جيم عالفيديو وبارتاج مع لي زامي.